هلأ وقتها نحكي عن التغيرات بالمناخ، نحكي شو عم بصير بهيدا الكوكب، هل نحن فعلا قادمون على شتاء قارس؟ شو يلي رح يصير بالنسبة للأمطار؟ هل رح يكون العدد كافي؟ هل رح نقدر نحن نكمل الصيفية من دون ما تلجأ العديد من العائلات أو البيوت أو الشركات إلى شراء المي؟ يعني أسئلة كتيرة رح نطرحها على الأستاذ والباحث في الجغرافيا الطبيعية محمد رباعي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، كيفك؟ الله يسلمك. يعني أول سؤال بيخطر اليوم بذهن المواطنين من بعد ما مرقنا بصيف جدا حار، ومن بعد ما طبعا عرفنا أنه عليت الحرارة، حرارة الأرض أكثر من درجة ونص بهيدي الصيفية وبهيدي السنة، وكانت أعلى حرارة منوصلها من أكثر من 100 سنة، هل نحن قادمون على شتاء قارس؟ حقيقة يعني أنا بتوقع مش بس شتاء قارس، زيادة بكمية المتساقطات. السبب أنه كل ما زادت درجة الحرارة كل ما زادت كمية التبخر، وبالتالي حيؤدي إلى مزيد من المتساقطات. وبتم مراقبة السنة عادة من خلال أيام شهر أيلول، بيراقبوا المتساقطات خلال السنة، يعني بتم معرفة المتساقطات من خلال أشهر أيلول، أي يوم أكثر رطوبة أو أكثر درجة. بس فينا نقول إنه نقطة إيجابية إذا نحن عنا متساقطات أكثر هيدي السنة، يعني عنا أمطار زيادة، يعني عنا مي زيادة، صح؟ 100%. بس الدولة ما عم تلعب دورة بهذا المجال، يعني إذا بتلاحظها في تناقص للمساحات الغابات والاخضرار، في تناقص دائم. هذا هون بفتكر نتيجة دور التنظيم المدني، نتيجة العمران. نتيجة العمران على حساب الغابات وزراعة الأشجار، هذه شغلة مشكلة. ناهيك عن قصة البيئة والمحافظة على البيئة وتدوير النفايات واستعمال المواد الكيماوية بالزراعة مش من المواد العضوية، كله هذا بيأثر على البيئة أكيد. فإذا نحن آدمين على شتى مسقع، خلينا نقول حد حاله للناس، بس من بعد يعني الصيف الحار والشتاء القارس، هل نحن فينا نقول أنه في متغيرات في بنية الأرض، يعني منشان هيك نحن عم نشهد هالتقلبات العالية والكبيرة بالطقس؟ مدام قصة التغيرات المناخية هو سبب الإنسان. يعني إذا بتلاحظي حتى برنامج الأمم المتحدة للبيئة ما عم يوفي بالمطلوب، عرفت لي كيف؟ والإنسان مسؤول عن دمار البيئة، وهو السبب بتغير درجة حرارة الفضاء وطبقة الأوزون. عم بصير في خرق لطبقة الأوزون، نعم، مما يزيد بدرجة حرارة الأرض. عم يزيد الخرق يعني أكيد أصلاً. إذا بتلاحظ إنه ما في سنة إلا بتكون زيادة عن السنة اللي قبلها، نعم، بدرجة الحرارة. يعني هيدا الموضوع عم بيخلق خربطة، ومن هون نحن عم نشهد انه على كتير مشاهد يمكن كانت بعيدة عنا، يعني اخر الزلزال يلي صار بشهر شباط، وانا بعرف انه هلأ ما حدا في يتوقع اي متى رح يصير في زلزال تاني لو قد ما عرف او لو قد ما حلل، ولكن تركيبة الارض تنذر انه رح يكون في زلازل اكتر من قبل اللي عم بيصير. مدام يعني انا مني يعني منجم ولا اني انا عم بدي احكي من ناحيه علميه. كل ما تقدم الوقت كل ما زادت كميه الزلازل، عدد الزلازل. والسبب الفراغ اللي عم يحدث بباطن الارض. كل سنه مدام كل سنه بينقص وزن الارض 50 مليون كيلو، يعني 50 الف طن. هذا شيء طبيعي؟ هذا السؤال. مدام أمر طبيعي إنه بينقص. طيب بدي أسألك سؤال، كميات الاستخراجات اللي من باطن الأرض من بترول ومواد مستخرجة، مواد باطنية، كل هذه عم ينقص من وزن الأرض. في زيادة لوزن الأرض من الفتات الكوني أثناء دوران الأرض حول الشمس، في زيادة، والشوب والنيازك والغبار الكوني بيزيد من حجم الأرض. لكن بالخلاصة في عندي نقص 50 مليون كيلو كل سنة، يعني 50 ألف طن من حجم الأرض. وهذا الشيء لازم نرجع نعيد النظر فيه. لا، ما هذا أمر. شو بك تعيد النظر؟ بك بطي تستخرجي بترول ولا شو؟ ما هي استخراجات البترول والفراغات اللي بباطن الأرض، بيصير في تغيرات بالطبقات التكتونية بباطن الأرض وانزلاءات وانخسافات بالقشرة الأرضية، ما يؤدي إلى شو؟ زلازل. إلى زلازل. فلذلك ما حدا، سبق قلت لك ما في حدا بيتوقع قصة الزلازل على الإطلاق.
قلت لك بعض الحيوانات بمجرد ما تبلش بس بيكون خلاص يعني العوض بسلامتك. الحيوانات قبل بكم ثانيه بحسوا يعني بس ما في شيء ماكسيموم قبل بنص ساعه، لانه بتبلش. على فكره بتقول شغلي، سرعه الصوت اكثر شيء هي بالجماد، بعد منا بالمي وبعد منا بالهواء، يعني سرعه الصوت اقل شيء سرعته بالهواء. اوكي، لذلك الحيوان بمجرد ما يتبلش الزلزال ويسمع صوته بالجماد بيتاثر قبل بنص ساعه، بس بكون بلش الزلزال. سبق قلت لي بكون بلش الزلزال. اوكي يعني بكل الاحوال نحن عم نعيش تغيرات، سواء الانسان كان له يد فيها او هي طبيعيه بيئيه، ولكن تغيرات عم تاثر على حياتنا، عم تاثر على نمط عيشنا، عم تاثر على باطن الارض، عم بتاثر على كل شيء نحن يعني عم نعيشه. اليوم حكينا عن التخطيط المدني، قد ايه اليوم لازم يكون دقيق التخطيط المدني؟ اول شيء بوين عم يعطي رخصه، وثاني شيء قد ايه لازم يكون دقيق بكيف تتعمر هالبنايات، خاصه مثل ما حضرتك عم تقول اذا نحن قادمين على فترات رح يكون فيها زلازل اعدادها اكثر من السنوات الماضيه، انه لازم يكون في اهتمام اكثر بهيدا الموضوع. اول شيء انا بدعي الى تنظيم التنظيم المدني. تنظيم المدني بده تنظيم، يعني بيعطي رخصة كيف مكان وأيمتى مكان. قلت لك على حساب الأراضي الخضراء وعلى الغابات وإلى آخره. عدا عن هيك أنا بدعي التنظيم المدني أنه ما يعطي رخصة إذا ما كان في التزام من المتعهدين والمهندسين أنه يعملوا حساب أنه في قصة زلازل، أنه تتحمل هالبناء زلزال على القليل لغاية 7 درجات. مش أنه طب أنت بتعرف الشغلة، قصة الأصنام، مدينة الأصنام بالجزائر والزلزال اللي ضرب مدينة الأصنام بأكتوبر 1980، لو بتعرف أنه الزلزال منه قوي أبدا ما وصل لـ4 درجات. أوكي. الـ4 درجات ليش بده يكون كافي ليدمر 80% وروح 10,000 قتيل؟ ليه؟ السبب البنية التي لم تتحمل هيدا الزلزال اللي هو أصلا يعتبر خفيف. هذا الدمار بيحده زلزال 7 درجات، مش 4 درجات. صحيح. تتدمر مدينة. صحيح. والسبب البنية، فلذلك يتحمل مسؤولية التنظيم المدني في هذا المجال. يعني نحن اليوم لبنان ما بعرف إذا بدنا نعيش الرعب ذاته يلي عشناه بشباط، أو لازم نحن كل حدا يبلش من حاله، من الشقة اللي ساكن فيها، يجرب قد ما بيقدر يزبط اللي فيه يتزبط. يعني في شغلات مسؤوليتنا نحن، ومسؤولية البلديات، ومسؤولية الدولة. نعم. في أبني حرام، في أبني حرام يسكن فيها الواحد، لأنه أي صاعقة تضرب هالبناء كافي لدماره. مع هذا انا يمكن قلت لك تحت الهواء انه قصه البارافودر، لازم يلزم اي متعهد بوضع البارافودر اللي هو مانع السواعق على البنايات. اي ساعه ممكن تضرب البنايه وتدمرها، حتى الصاعقه. ايه ممكن تدمر بنايه الصاعقه. لا ما هي شحنه كهربائيه، ونحن بنعرف بالبناء شو في حديد يعني موصل للكهرباء. فلذلك قصة البارافودر ضروري. مش كل البنايات على كل حال عم تلتزم بهيدا الموضوع. نحن اليوم بلشنا نشوف شتي، يعني اليوم امبارح بلشنا نحس بتغيير بالطقس. هل فينا نقول انه بلشنا بالشتوية؟ ان شاء الله. او بدنا نرجع نعيش كم لا يوم لا لا ان شاء الله. ان شاء الله ما في حاجة مي السنة. ما في حاجة إن شاء مي الله. السنة. أوكي، ومعقول يقدونا للصيف لأنه الناس اللي بتتكل على متساقطات الشتاء. كل السبب عدم التنظيم. يريد في تنظيم وتتحمل الدولة مسؤوليتها، ونحن كمان. يعني مش كل شيء مسؤولية على الدولة، مسؤولية على كل فرد. حتى بطريقة استعمال المي، ما في ترشيد للمي. يعني هلأ أنت ببيتك بيفتحوا الحنفية وبضلوا يستعملوا المي. طيب استعملوها وسكروا. لا ما في. يعني هيدا بدها تبلش من الفرد، من الفرد لتوصل للدولة. وكلنا مسؤول، كل واحد هو مسؤول. أكيد. 100%. شكرا كتير لك أستاذ محمد، شكرا على المعلومات يلي عطيتنا إياها. بعد في شيء بدك تقوله للناس ينتبهوا على شيء معين؟ بدي أقول أهم شيء إنه يحافظوا على البيئة. لجيت تدوير النفايات، لجيت حرام قصة قطع الأشجار، قصة
نمنع الاخضرار. كان في قبل بغطي لبنان حوالي 8% من الغابات، هلا ما عادش في 3%. على من اللي عم ياكل هاي القصه؟ العمران، يعني عم يجي العمران على حساب الاخضرار، هذا شيء حرام. يعني لازم على القليلة نعرف نحن كيف بدنا نتوجه وكيف بدنا نعمر، وقدي مهم المنظر الأخضر وقدي مهم الخضار يلي هو موجود حوالي البيوت حتى لو نحن بقلب العاصمة. يعني هيدي نقطة إيجابية بالعكس. ما يكون حتى بالتنظيم المدني مدام، حتى إذا بدك تعمري محل بدك تتركي تستعمل التلت والتلت أرباع البقية المساحة هي إخضرار. طب كيف بده يعيش الواحد؟ صح. أنا هلا أول ما جيت على قلت يعني مش ملاقيين نيو تي في الا هي المكان، يعني خليه يغيروه على شي مطرح. على فكره بدي اقول شغله، هلا هي مسابه نحن بوسط العاصمه. طيب بدي اقول شغله، معلش نزلوا على الداون تاون صار احلى. هي واحد قصه البناء هذا شيء اساسي بالضواحي بالعالم كله. الضواحي هي احسن منطقه رايقه واهدأ مناطق. نحن عندنا الضواحي، لا إن كان ضاحية بيروت الجنوبية أو الشرقية، بالضواحي أغلى الأسعار بيكون بضواحي المدن. عنا لا، يعني هيك مسائبة، وهيدي المدينة هي هيك من زمان، يعني هيدا هيك المدينة وهيك نحن كمان. فإن شاء الله لا، إن شاء الله منبلش نغير ومنبلش تهتم أكتر بالبيئة وبالإخضرار حوالينا. شكرا كتير لك أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك.